مرحبا بكم من جديد، سعيدة باستقبال ضيفي سليم المراكشي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء الخير أخت ملاك وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. التقرير لرانيا محرزي حول الحملات الأخيرة ضد الاحتكار، ومن بعد نرجع ونطرح أسئلتنا على ضيفنا. يريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين المجرمين في إطار القانون بطبيعة الحال. تتواصل منذ أكثر من أسبوع الحملات التي تنفذها فرق المراقبة الاقتصادية بالشراكة مع المصالح الأمنية والديوانية والفلاحة لتطبيق الخطة المشتركة التي تم وضعها بين وزارات الداخلية والتجارة والفلاحة والديوانة للتصدي للاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار. ولئن لقيت هذه الحملات استحسانا من قبل المواطنين، فإن الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة دعت وزارة التجارة إلى وقف ما وصفته بالمداهمات والإيقافات العشوائية ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية وعقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، كما أكدت استنكارها للانحراف الذي شاب حملة مكافحة الفساد والتي طالت المخازن القانونية، ودعمها لمؤسسات الدولة في هذه الحملة شرط أن تكون الهيكل القانونية المختصة للمراقبة هي مرجع النظر. احنا رانا مكافحة صناعة وتجارة، ما تطبيق القانون والمحتكر هذين ما ندافعوش عليه. المنظورين نتاعنا برشا قواعد، برشا تجار تحب تغلق المحل نتاعها، يقول لك اذا انا نلقى روحي مستهدف باش نوصل برودوي ونخدم لسان الناظر باش نوكل معناتها ناخذ بقى حليب صغاري نلقى روحي في الحبس. مصباح يبداو التليفونات، اش معناتها احتكار؟ انا اليوم كي عندي في معبدي 20 شكاره فيرينا معناها احتكار، وقت اللي انت في التزود نتاعك هذاك التزود نتاعك العادي فيرينا اللي كنت عند الدوله، ومن بعد تقول لي ما فماش فيرينا، وين مشات؟ بالارقام معناها نفس الكميات قاعده تضخ في السوق. معناها كي نعملوا متابعه بالارقام نفس الكميات قاعده تضخ في السوق. الشح هذا وين؟ وردا على ما أثير من جدل بشأن إيقاف عديد التجار وحجز كميات من المواد الغذائية دون احترام القانون، أوضح وزير الداخلية أن كل عملية المداهمة للمخازن التي تتنزل في إطار مقاومة الاحتكار تمت بإذن من النيابة العمومية وفي إطار القانون، مضيفا أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم يستجيب إلى متطلبات المكافحة جدية للاحتكار وسيتضمن عقوبات سالبة للحرية. حاب نأكد وأن العمليات الكل والمداهمات الكل تتم بإذن النيابة العمومية. وزارة الداخلية ولا أعوان التجارة ولا وزارة المالية مهمش يخدموا بمعزل عن رقابة القضاء. ونحب نأكد لكم لكل المداهمات تمت بإذن قضائي. وفي إطار استعدادها لشهر رمضان بالتزامن مع النقص المسجل في عديد المواد الاستهلاكية، أكدت وزارة الفلاحة توفر كل المنتوجات الغذائية بالكميات الكافية والجودة المطلوبة، مضيفة أنها ستلعب الدور التعديلي لضمان مناخ ملائم للعرض والطلب وللتحكم في الأسعار من خلال تركيز 80 نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بثماني ولايات. مرحبا بكم من جديد، رجعنا مع سليم المراكشي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس. يمكن مش ننطلق من بيان الاتحاد الجهوي قبيل، رجعنا بإطناب على بيان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اللي حول ما يعتبرها أزمة الثقة اللي تعيشها البلاد فيما يخص اللي صاير اليوم. يقول توشك الحملات الجارية أن تكتسي طابع الحرب الشاملة التي تطال كل المنتجين والتجار والناقلين دون فرس حقيقي بين المذنب وغير المذنب، حتى بات المنتج يخشى من التخزين الشفاف. لو تعطينا عين سليم الكشباتي من التشكيات اللي قاعدة توصلكم من أصحاب المخازن القانونية، والكل قايل اليوم كيفاش نجموا نفرقوا بين احتكار المواد وبين التخزين القانوني المنظم؟ شكرا. هو في البداية أنا نحب نأكد على كون الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ندعموا ونساندوا كل إجراء وكل قرار وكل مبادرة ترمي إلى محاربة كل ظواهر الفساد بما في ذلك الاحتكار ولا التهريب ولا العمل في أطر غير قانونية والكلمة الاقتصاد موازي وكلمة مسالك التوزيع العشوائية. دونك احنا من مبدأ هذايا احنا نساندوا 100% قلبا وقالبا الحملة هذه من مبدأ متاحة اللي هو محاربة الاحتكار وكل مظاهر التهريب والمس من القوت التونسي ومن قوة المواطن.
خاطر تعرف احنا في اتحاد صناعه التجاره منظورينا كلهم يشتغلوا في اطار القانون، كلهم عندهم باتيداتهم والكلهم يصرحوا بالجبايه ويقوموا بكامل واجباتهم تجاه الدوله. دونك احنا اول وحيد متضررين من القطاع الموازي ومن المحتكرين ومن المهربين ومن اللي يشتغلوا خارج اطار القانون. دونك هذا في البدايه نحب نوضح النقطه هذه. صحيح اخت ملك دي قلت لي الاحتكار، احنا بينا اليوم ما احناش فاهمين مفهوم الاحتكار. احنا اليوم كي نشوفوا الحمله وسير الحمله اللي قاعده الايامات هذه تسلط على جميع التجار سواء تجار جمله ولا تجار التفصيل، معناتها احنا من انطلقت الحمله في 10 مارس استبشرنا خير وباركناه وقلنا توا باش يقع الدوله باش تقع ضبط المحتكرين الكبار والمحتكرين اللي قاعدين ينشطوا خارج اطار القانون. اذا بيت فاجانا كون الحمله هذه شملت جميع منظورينا سواء كانوا تجار جمله تجار التفصيل العطاره نتاع الحومه اصحاب المخابز اصحاب المصانع المرطبات كل ما هو فعل اقتصادي يستهلك المواد المدعمه. دونك اليوم الحمله هذه قامت بها تقوم بها فرق مشتركه اللي هي من وزاره التجاره مدعومه بقواتنا الامنيه سواء كان الشرطه الحرس الديوانه. اللي استغربناه واللي ما استنكرناه من الحمله هذه كونه كما قلت لك الحمله شملت معناتها ال 11 نهار 11 مارس الناس الكل اللي يلقى كان كراب الشرطه وكراب الحرس والديوانه والتجاره والناس الكل اللي صبحت متهمه، معناتها اي تاجر اليوم متهم يحس روحه كونه متهم ويحس روحه كونه هو يخدم مخالف للقانون. احنا نتفاهموا شويه مع مفهوم الاحتكار، احنا نعرفوا الاحتكار شنو هو؟ الاحتكار هو يا اما انسان يكون عنده مخزون تاع بضاعه اللي مش عارضه للبيع. انك ندخل محل تجاره نلقى الريوم تاع الفرينه فارغ ولا الريوم تاع الزيت فارغ ونمشي للمخزن نتاعو نلقى عنده مخزون نتاع زيت نتاع فرينه، هكا يعتبر احتكار. هذا انسان يخزن في بضاعه ومش قاعد يعرض فيها البيع. والا الاحتكار كون انسان عنده مخزون في الدب نتاعو اللي مش اللي ما يدخلش في النشاط نتاعو. كما نقول انا واحد انسان يبيع في قطاع غيار سيارات تلقى عنده مخزن زيت الزيتونه، هكا يعتبر احتكار. اما اي انسان عنده مخزون معقول نتاع بضاعه اللي يبيع فيها ويعرضها للبيع. هنا نتفاعل معك على المخزون هذايا، هنا الفرق هذه نقطه مهمه ومهمه جدا. المخزون مثال مش مقنن اليوم في معمل عنده ان بورسنتاج من البرودكسيون نتاعو اللي تنجم تلقاه عنده، ما نعرفش بالنسبه لتجار الجمله كيف كيف، هل عندهم ان بورسنتاج والا كميه معينه ما لازمش يفوتوها؟ هذايا السؤال اللي يطرح نفسه. صحيح. هو ما فماش قانون يقنن الموضوع هذا، اما فندك تحب تقول سي معز هو صحيح احنا نجموا زاد نعتبروا احتكار كما قلت انت. انا شنو نقولوا اذا احنا دخلت التاجر والتاجر هذا نعرف اللي هو يبيع يوميا مثلا 100 كيلو فرينه، دونك المعقول باش يكون عنده مخزون نتاع 3-4 ايام اسبوع. دونك اذا ندخل انا زاد نلقى عنده 4-5 ترانت صحيح حتى في الحاله هذه نعتبره احتكار. اذا المخزون يكون معناتها الرقم يكون يفوت يكون شهر ولا شهرين هكا نجموا نعتبروه نوع من الاحتكار. اما صحيح قانونيا ما عندناش ما نحدوش المخزون القانوني اللي يجم يكون عند التاجر ولا عند المصنع ولا عند تاجر الجمله. دونك نرجعوا للحمله في المضمون الحمله احنا استبشرنا بها وبالعكس احنا حبينا تبدا قبل، ما حبينا الحمله ضد الاحتكار تبدا من قبل. اما اليوم الطريقه اللي تسير بها الحمله ادخلت ارباك وخوف عند منظورينا جميع المتدخلين في مسالك التوزيع ولاو عايشين في رعب. اليوم احنا في صفاقس تجار الجمله قال لك يا خويا ما عادش بايعين المواد المدعمه. لا عاد بايع لا الزيت ولا الفارينه ولا السميد. يا خويا هذا برودوي نبيع فيه انا ما عند ربي ما نصورش فيه. ها مشروب نتاع مواد مدعمه حكايه فرقه. يقول لك انا يجيبي في البلاد يا خويا بسمح منه. يمشي للعطار يمشي للديوان الحبوب يعطي كوطا ويبيع على روحه. احنا ما عادش مستعدين مادام صبحنا كلنا متهمين صبحنا كنا معناتها الراجل ولده معناتها تاجر تفصيل ولده خرج يلقى كراب حرس وعباد تعيط في حانوت قال له بابا ايش قاعد تبيع انت في حانوتك؟ انت مسينا حتى من كرامه المواطن من كرامه التاجر من كرامه الصناعي. احنا عندنا صناعه في المواد الغذائيه راهو تونس مفخره قطاع مواد غذائيه راهو مفخره في افريقيا وفي العالم. معناتها احنا معناتها صارت مداهمه لاحد المجمعات الغذائيه في صفاقس مصانع غذائيه اللي عندها اسم عالمي.
ووقفوا مدير مصنع ومن بعد 43 ونسيبوه سامحنا غلطين. ما مش هكا تدار من الحملات. فما نواميس وفما اطر الدور معناتها نجموا نشتغلوا بها مع احترام كافه الفاعلين الاقتصاديين. سليم بلي سؤال هنا زاد مهم اللي شفناه في كي نحسبوا المعدل يعني قرابه معناتها المحجوزات اللي قاعده تصير ما بين عجين فارينه مقرونه زيت الى اخره قرابه 200 300 طن ما بين 200 و300 طن في النهار اللي هو حجم يمثل 3% يظهر لي استهلاك اليومي نتاع التوانسه ساعه باش نحطوه خاطر نستهلكوا يظهر لي قرابه 6000 طن من المواد على الاقل نحكيوا على العجين لهنا. المحجوزات هذه على الاقل في صفاقس خلينا في صفاقس اللي هي شملتها الحمله هذه بصفه كبيره انتم ما عندكمش رقم تجاوزات اللي صايره في 3% هذوما مثلا الكميه اللي تتشد في صفاقس نقولوا 100 طرناطة في النهار ما عملتوش دراسه ولا من التشكيات اللي توصلكم حجم التجاوزات هذه باش نعرفوها بالضبط قداش تمثل. شوف احنا المده هذه ما عندناش وقت ما لقيناش وقت باش نعمل احصائيات ولا باش ناخذوا لي ديتاي نتاع الارقام هذه. اما راهو الارقام هذه ارقام معناتها ديريزوار قدام النقص اللي موجود في السوق. راهو اليوم لازم نفهم المواطن راهو اليوم النقص اللي موجود في المواد المدعمه جاي اساسا من قلة تزويد الدولة وديوان الحبوب لمادة الحبوب للمصنعين وللتجار. اليوم عندنا قرابة 20% أقل من العام ناول. راهو 20% من المواد الأولية في المواد الغذائية تأثر مباشرة على نسق تزويد ونسق ضخ البضاعة في السوق. سي سليم أنا يظهر لي أني هذايا التوجه اللي فيه جانب من العشوائية وجانب شوية من حتى الهمجية نجم نقوله في طريقة التصرف هذايا كله ينجم يكون زاد مرده اللي أنتم ما كمش رابطين مع الأجهزة الجهوية يعني السلطات الجهوية ومع الوزارات والإدارات الجهوية باش تكونوا موجودين وتفسروا لهم خاطر أنا أكد لك أنا على مسؤوليتي نأكد لك اللي برشا من الناس اللي قاعدين دوا خاطر الأمن قوات الأمن والديوانة وكل مش بالضرورة فاهمين شنو معناها البروغرام دو دابروفيزيونمون تاع المؤسسة الفلانية والبروغرام دو ستوكاج يلزمني نخسن كذا باش نجم نعطي تعهداتي تاع الأسبوع الجاي وعندي تعهدات في جهات أخرى وفي كذا يلزمني نخلي هما يجيو يلقاو السلعة يهبطوا عليها بالنسبة لهم يرشم صحيح هاو شديناه فهمتني يعني ما مش هكا العمليه ما هكا ذات دار الامور لكن الى جانب الاداره نتصور انا اللي انتوما ممكن في تتفاعلوا انتوما منظمه الدفاع عن المستهلك والادارات الجهويه للتجاره غير ذلك باش تنظموا الامور هذه وتتقنن خاطر راهو الخطر كل الخطر اذا كان توا الامور ماشيه هكا فمن بالك توا قاعدين نقرب رمضان واحنا عندنا مشكل كبير في البلاد هذه استهلاك رمضان اللي حد ما انتبه لتوا باش يقول للناس ردوا بالكم راه في رمضان يلزمكم تنقصوا الاستهلاك راهو ما عندناش الاستهلاك راهو سي المراكز جاء للتاسعه وقال راهو عندنا 20% اقل حبوب قاعده تمشي للخبازه وللمعامل نتاع منتجات الحبوب وغير ذلك معجون الحبوب دونك الاسكاليه هي في التعاون وكأن كل واحد يسوق فيها على زي راسه. تفضل سليم مراكز. صحيح سي عدنان صحيح هو من الاشكاليات اللي لقيناها كونه احنا تو نورمالمون بصفه عامه اليوم في تونس هذه التشاركيه وباش نشاركوا العباد ما عادش موجوده. احنا اتحاد الصناعه والتجاره كان من المفروض وقت تقررت الحمله هذه نرجعوا لاهل الذكر معناتها احنا من موقعنا كاتحاد الصناعه والتجاره نجموا نعينوك كدوله باش نوريوك معناتها مكامن الخلل في مسالك توزيع وين يجي يكون فما الاحتكار. اما احنا كاتحاد الصناعه والتجاره وقت انطلقت الحمله ما كان معنا حتى اتصال. وكما قال سي عدنان انت اليوم راهو الفرق اللي قاعده المشتركه قاعده تقوم في الحمله راهو مش متكونين اقتصاديا بخلاف مع اعوان وزاره التجاره الباقي كل ما عندهم حتى تكوين اقتصادي يدخل الدب ويلقى شكارتين فارينة وقف ودخل الحبس. دونك احنا حبينا كان بدنا كونه يقع تشريك اتحاد الصناعه والتجاره للاعداد الحمله هذه وكنا نجموا نتلفاو الشيء هذا لو كان وقع تشريكنا من البدايه كنا نجموا نعطيهم اليات اللي يقع بها التخزين كيفاش والتخزين القانوني كيفاش يكون وكما قال سي عدنان هذا مصنع عنده ستوك دو سيكيورتي وعنده بروفيزيونمون معناتها فما امور تقنيه في الاحتكار ما نجموش احنا نعتبروا اي مخزون هو عباره عن عمليه احتكار صحيح. اما حبيت نرجع حاجه اخرى اختي تفضل نحب نرجع لموضوع النقص نتاع تزويد المواد الاوليه وهذا موضوع مهم جدا.
خاطر هنا نحكيوا على الامن الغذائي نتاع التونسي، وكيما قاسي عدنان راهو داخلين على رمضان، داخلين على فتره صعيبه، احنا تعرفوا 30 و40% من القمح نجيبوه من اوكرانيا ومن روسيا، دونك اليوم احنا قادمين على فتره صعيبه في مجال التزود بالمواد الاوليه. وهنا نحب نعرج على موضوع تشجيع الدوله للفلاح التونسي للاستثمار في الزراعه الكبرى. رانا اللي ما عندش غير احنا راهو عندنا اراضي شاسعه في الشمال الغربي نتاعنا اللي نجموا نستثمروا فيها ونجموا ندعموا الزراعه الكبرى ونضمنوا بها الاكتفاء الذاتي نتاعنا ونتاع الدول الاخرى. اما احنا اليوم كي تشوف احنا في تونس نشريوا الطرناطه الحبوب من عند التونسي الفلاح التونسي ب 400 دولار ونشريها ب 800 دولار من عند الاجنبي نبورتيها من عنده. معناتها انا اليوم ندعم في الفلاح الاجنبي، علاش يا خويا انا ما نجيش للتونسي ويقعد يبيع لي ب 400 ويقعد هو يخدم وما يصور شيء نشجعه ونزيدوا 100 دولار التونسي ناخذ عنده 500 دولار ها تو غدوه صدقني غدوه تشوف الاقبال على الاستثمار في الزراعه الكبرى. معناتها اليوم لازم نشوفوا الحلول الجذريه باش نوفروا القمح ونوفروا المواد الاوليه التوانسه بشويه اجتهاد. سي سليم هو للاسف الشديد معناتها لكل في كل حرب فما ضحايا للاسف وهذا نعرفوه الناس الكل، ولكن اللي فهمته من كلامك تقريبا معناتها انه انتم مرحبين بالحمله على او الحرب على الاحتكار والمضاربه اللي اطلقها او اعلنها السيد رئيس الجمهوريه، ولكن انتم معناتها تنبهوا الى انحرافات شابت هذه الحمله. هنا لشكون انتم تحملوا مسؤوليه هذه الانحرافات ام انكم تعتبروها مجرد تجاوزات معزوله؟ راهو لانه نعرفوا احنا ساعات ما نعرفش احنا الرقابه ما نعرفش انا هيكل من هيكل الرقابه نتاع وزاره التجاره ينجم يتعسف، ساعات ما نعرفش انا بوليس ينجم يتعسف في تطبيق القانون او معناتها يزيد شويه في تطبيق القانون. كيفاش تشوفوها انتم العمليه؟ سرياض كما قلت لك احنا اليوم بكل وضوح بكل وضوح لانه فما سليم باش جاوبني مره واحده لانه هناك ايضا من اصبح يتحدث على انه فما ناس راكبين الموجه وراكبين على الحرب على الاحتكار من اجل تصفيه حسابات بين يلا مجموعات معينه. يلا تفضل. نكونوا واضحين باش نكونوا واضحين كما قلت احنا الحمله هذه طريقه تسيير الحمله هي جات معناتها هي حمله فشئيه حتى للاعوان الفرق المشتركه ما كانوش متحضرين وما كانوش متحضرين باش يعملوا حمله لمحاربه الاحتكار. دونك اليوم كيما قلت لك التجاوزات راهي مش حاله منعزله، راهو اغلبيه المداهمات صار فيها تجاوزات. اليوم كيما قلت الفرق اللي تدور ما عندهاش تكوين كافي باش تنجم تفرق ما بين المخزون القانوني والمش قانوني. اليوم يدخل يلقى فرينه اوب يلقى زيت حاكم سي هذا نوقفوه. هذا الطريقه اللي صارت بها الحمله هي اللي خلات الارتباك واللي خلات اليوم وكما قلنا في البلاغ اللي صدر العشيه فما اليوم راهو نحبوا نكر فما ازمه ثقه ما بين اطراف الكل. معناتها اليوم كيف انت بالطريقه هكية ما عادش عندك ثقه في تجارك في صناعتك نصرفوا بالطريقه هذه حتى التاجر يحس روحه ما عادش محمي ولا يقول لك يا خويا انا واش نخدم ماده مدعمه خاطر خلي الماده مدعمه تتكفل الدوله بتوزيعها هي اما نحب نعرج على موضوع اخر كونه هذا مشكله مسالك التوزيع راهو موضوع نحكيو عليه عندنا سنوات وعندنا مشكله في تونس في مراقبه مسالك التوزيع راهو اليوم يلزمنا نعاودوا نراجعوا المنظومه والحلول راهي سهله معناتها الحلول اليوم انت كدوله يلزم نوفروا منظومه تراقب وتتبع مسالك التوزيع من حيث التراسابيليتي معناتها اليوم يلزم المنتوج من اللي يخرج من عند المنتج لين يوصل لقفة المواطن تكون فما تراسابيليتي في الحالة هذه الدولة تولي تنجم تعرف مكان الخلل وما عادش احنا اليوم علاش هبطنا على التجار كل على الصناعية كل خاطر ما نعرفوش منين الخلل هبطنا بوه على خو المصانع والتجار والليغروسيست وهذا اللي دخل الرعب ودخل الخوف عند جميع المتداخلين الاقتصاديين. شكرا لك سليم المراكشي الناطق الرسمي باسم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس وإن شاء الله ترجع الثقة هذه عن قريب ونتخطاها وكل هذه المشاكل. يلا 30 ثانية حاب نستغل وجودي هنا وأنا جيت مثل جيت صفاقس باش نبعث رسالة استغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية من صفاقس. رئيس صفاقس سيد الرئيس عندنا 6 شهور عايشين في كارثة بيئية وكارثة صحية ورانا صفاقس ما عادش نجموا نعيشوا حتى يوم اخر وسط الزبله وسط القمامه.
راهو داخلين على صيف وداخلين على سخانة، واليوم اجتمعنا بالوزارة وعقدنا اجتماعات وما لقينا حتى حل. سيد رئيس من فضلك يرحم والديك، خذ الموضوع في ديك ولقادنا حل فوري وعاجل. وصلت رسالتك مهم جدا. شكرا سليم المراكشي، شكرا عدنان معز ورياض، كل الشكر أيضا لزملائنا اللي أعدونا التقرير من صفاقس، فوزي خماسي وسليم ناجي، تحية لكم جميعا. تقي غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت على قناة 9. صباح الخير ناسكم.